هذه الأسماء ويحمل هذه الشعارات الرائعة والجميلة. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، شوطنا الثالث هنا يحمل الإبكار أيضا الفطامين متابعي الكرام. بالنسبة للمشتركات صدارة هذا الشوط الشهني لسالم عبد الله بن مصبح رعى الطيرة العامري ياتي على الصدارة، بينما المركز الثاني هنا التواصل والقدوم في هذه اللحظات من شعار منصور بن صالح بن عبد الله رعى الطيرة العامري يقدم أيضا متعبة في هذا المسار، بينما هناك الدخول والتواصل مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام بهذا الشعار القادم في هذه اللحظات والمتواصل. هناك شعار حمد بن محمد العشيقة العامري وأيضا وصول وقدوم في هذه اللحظة من شعار برمليتي في هذه اللحظات، ويتواصل مع المتحد سهيل برملي بن محمد العامري، بينما هناك الدخول من الذابة وعلي بن مسهر بن علي الخيالي قادم في هذه اللحظات مع الذابة، ولكن هناك العودة، هناك العودة مشاهد الأعزاء مع متعبة. ياتي منصور بن صالح راعي الطير العامري مع ايضا هنا مع الانطلاق الاول والتحدي الاول، ما شاء الله متعبه متعبه، ولكن المتحده قادمه، برملي قادم في هذه اللحظات، قادم في هذه اللحظات مع المتحده متابعي الكرام، باحثا عن النقطه الثانيه، باحثا عن النقطه الثانيه بعدما قدم لنا المتحده وماركه المتحد سلاله المتحد، متحد برملي ما شاء الله يتحد مع الناموس، يتحد مع الانتصار. سلام وسالم سلام. النقطة الثانية تهانينا لسهيل برملي بن محمد العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني متعبة لمنصور بن صالح عطي العامري. ثالث الأسماء اليذابة لعلي بن مسهر بن علي الخيلي. إذا عودتنا متابعين الكرام لمالك، عودتنا أيضا بالثاني وناموس لمالك المتحد سهيل برملي بن محمد العامري والتوقيت. متابعين الكرام دقيقتين ثانية جزئين يتيمين من الثالث، تهانينا وناموس.